تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 54. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من المعرض مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية أهلا بك، وضعنا في أجواء المعرض لديك اليوم وأبرز ما تضمنه من فعاليات وأنشطة. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل اليوم هو اليوم الثامن لمعرض الكتاب في نسخته 54. خلال 7 أيام شاهد المعرض أكثر من 1.5 مليون زائر، وبرغم الظروف الجوية السيئة بالأمس والتقلبات الجوية التي ظهرت أمس، إلا أن يعني وصل عدد الزوار بالأمس إلى أكثر من 200,000 زائر. بالفعل تنوعت فعاليات المعرض اليوم من بالطبع أجنحة الكتب المختلفة وقاعات الكتب المختلفة، ولكن أيضا كان هناك ندوات ثقافية. ندوات ثقافية لها عناوين خاصة اليوم، ومن أهم هذه العناوين هي عناوين المرأة، تاريخ المرأة وتحديات المرأة وتعاملات المرأة مع التاريخ المصري بشكل عام. هذا المعرض أيضا بمشاركة مصرية وعربية وأجنبية، لذلك خلال الندوات كان هناك أيضا مشاركات أجنبية عن دور المرأة بشكل عام، ليس في مصر فقط ولكن بشكل عام تاريخ المرأة في العالم. أيضا هناك ندوات خاصة بمكافحة الإرهاب، ولكن مكافحة الإرهاب تأتي من جانبين، الجانب الأهم الآن داخل معرض الكتاب وهي بالطبع الثقافة والتوعية، ندوات عن كيفية يعني تنقية العقول وكيفية التعامل مع الملفات الإرهابية ولكن بطريقة مختلفة وعن طريق تنمية الوعي، هذه نقطة. هناك أيضا نقطة هامة اليوم وهو حفل توزيع الجوائز في 6 مساء اليوم، وتوزيع جوائز معرض الكتاب في النسخة 54، وهذا الاحتفال بالطبع في قاعة صلاح جاهين، وهو الذي على اسمه سمي هذا المعرض وهو شخصية المعرض هذا العام. بجانب هذه الفعاليات هناك أيضا الجانب الطفل، هناك فعاليات كثيرة للأطفال، وهناك أيضا فعاليات خاصة بالموسيقى وغيرها، لأن هذا المعرض هو معرض ثقافي بشكل كبير وليس فقط للقراءة، ولكن الثقافة تجمع أيضا الموسيقى والترفيه خاص بالأطفال والكبار. خارج بوابات القاعات هناك يعني فعاليات أخرى مسرحية للأطفال، هناك فعاليات غنائية للحضور بشكل عام. طيب كريم، لو وددت أن أسألك، 1074 ناشر، وهو بالطبع من المعارض الأكبر على مستوى العالم، ربما ثاني معرض على مستوى العالم، ويستمر حتى 6 فبراير من هذا العام. كريم، أود أن أسألك عن حجم إقبال المواطنين على المعرض في هذه النسخة وفي هذا العام بالتحديد. هذه النسخة شهدت إقبالا خلال 7 أيام الأولى أكثر من 1.5 مليون زائر حتى الآن. نعم. بالأمس فقط كان أكثر من 200,000 زائر. تنوع الزوار في حقيقة الأمر من الصغار والكبار، من المصريين وغير المصريين، الجاليات الأجنبية المختلفة أيضا شاركوا. رأينا العديد من الجاليات الأجنبية، جاليات من ماليزيا، جاليات من فرنسا، جاليات من عدد كثير من الدول كانوا متواجدين بالفعل، ولكن ربما الأهم أيضا هي مشاركة الأطفال، كانت مشاركة كبيرة جدا جدا في حقيقة الأمر. ولا يقتصر فقط المشاركة على شراء الكتب، ولكن أيضا جاءوا خصيصا لحضور الندوات المختلفة، ندوات من كما ذكرنا منذ قليل عن المرأة، ندوات عن مكافحة الإرهاب، ندوات حتى عن شخصيات المعرض بشكل عام. هناك أيضا جزء خاص في جناح أو أجنحة الأطفال، وهي مشاركة الأطفال، المشاركة الفاعلة، ليس فقط القراءة ولكن أيضا فعالية عن معلومات عامة، مسابقات عن معلومات عامة. وزارة الشباب والرياضة أيضا كان لها دور كبير في جذب عدد كبير من الشباب عن طريق هذه الفعاليات لتنمية الوعي، منها مشاركة على سبيل المثال شباب البرلمان المصري أو برلمان الشباب المصري، ومشاركة أعضاء البرلمان الشباب المصري ودورهم في توعية الشباب، وأيضا تعريف الناس بدور هذا البرلمان، والعديد من أيضا مراكز البحوث الذين شاركوا. نعم كريم. وكان لهم دور كبير في جذب. نعم. أيضا المواطنين، ومن هذا الدور التعريف على سبيل المثال بمعهد البحوث الفلكية، أيضا هيئة الاستعلامات المصرية متواجدة هنا في هذا المعرض في هذه النسخة، وكان عليها إقبال كبير اليوم لأنها توزع العديد من النسخ الخاصة بالتاريخ المصري والفولكلور. نعم. المصري، ومعلومات كبيرة عن التاريخ المصري، ولكن كل هذا بالمجان بجانب بالطبع هذه الكتب الموجودة بأسعار مخفضة تبدأ حتى من 5 جنيهات. نعم. لسعر الكتاب الواحد.
كريم، الصورة من خلفك معبرة وبشدة عن ازدحام في معرض في هذه النسخة وعن إقبال كبير من المواطنين. كل الشكر والتقدير لك زميلي العزيز مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. شكرا جزيلا معنا، كنت معنا من معرض الكتاب.